ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ ربكم خير. ورجعنا لكم بلوج جديد. اليوم هنعمل لكم بلوج جديد. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ ربكم خير. ورجعنا لكم بلوج جديد وواحد جديد معانا اسمه محمد عبد المنير. ان شاء الله بقول لكم ان انا هسيب لكم في فيديو نازل على القناه بتاعت محمد احمد القناه الاساسيه. هسيب لكم القناه بتاع الرابط بتاعها تحت، ولسه عامل قناه جديده طبعا هسيب لكم برده الرابط بتاعها تحت. محمد احمد جيمز هنزل عليها فيديو النهارده، فهيكون عن تهكير دريم ليجا، وده ان شاء الله يكون اول حاجه، اول فيديو هعمله على قناه جديده وهاخد توصلوها لاكبر عدد من المشتركين. تعبت. ومحمد عبد المنير اول فرد بيجي. عايز تعملوا لايك وشير وسبسكرايب على تاني يا شباب. ومحمد عبد المنير عايز تمشوا تعملوا لايك على الصفحه الجديده وتعملوا اكتر عدد من المشتركين، تعملوا لايكات جديده، ما تنسوش اشتراك في القناه الجديده. وكده حمد عبد المنير كنا اقول لكم لو عايز يقوله، وريت تعملوا لايك وشير وسبسكرايب واللي محمد عبد المنير قاله برضه، فعايزكم توصلوا لاكبر عدد من المشتركين. عايز يبقى عايز يوريكم. لا مفيش يا جدعان، والله ما عارف اقول لكم ايه على التاخير. ان شاء الله في فيديو هينزل عن ببجي قريب والحاجه دي، ف عايز دعم جامد علشان اقدر اعمل لكم فيديوهات، لان انا ببقى صايم ومبقدرش اعمل لكم فيديوهات خالص، فانا اسف بقى معلش. عايز والله ان شاء الله كده كمان اسبوع في فلوج في القاهره او المنصوره، هعمله هناك في المنصوره. فعايزكم لو وصل الفيديو ده لاكبر عدد من اللايكات والمشتركين هعمل لكم فلوج تاني في المنصوره ان شاء الله. يلا دوسوا لايك. انا عدي من 1 لـ10 تعملوا لايك. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. يا رب تكون عملتوا لايك. ماشي. و الفيديو كان قصير معلش، فانا عايز لو دعمتوني هعمل لكم فلوج في المنصوره ان شاء الله يعني، وفي فلوجات جايه، فلوج في الصعيد بقى عند الاقصر والحتت دي، ده لو دعمتوني ان شاء الله يعني. فيلا نشوفكم في الفلوج الجاي، مع السلامه. يو يو يو، كل عام وانتم طيبين. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتشتركوا في القناه الجديده، ويلا مع السلامه. يو يو.